طقس شديد الحرارة ودرجات حرارة أربعينية وغبار عالق بأجواء بعض المناطق، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذن تبقى الأجواء شديدة الحرارة في عامة مناطق المملكة خلال الأيام القادمة، وبالنظر إلى خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب نجد أن الأجواء تكون شديدة الحرارة في المناطق المتوسطة والغربية خلال يوم الجمعة ويوم السبت بمشيئة الله، لذلك نود التنبيه من عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث تكون الأجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 30 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 12 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض فتكون الأجواء حارة كما قلنا سابقا يوم الجمعة والسبت والأحد، تتراوح درجات الحرارة نهارا ما بين 42 إلى 43 درجة مئوية ومن 29 إلى 31 درجة مئوية ليلا. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من سكاكا. درجات حرارة مرتفعة من 37 إلى 25 في عرعر، من 36 إلى 23 درجة مئوية ليلا. في تبوك الأجواء صافية من 37 إلى 24 درجة مئوية في ساعات المساء. في مكة المكرمة من 44 إلى 31 درجة، في المدينة المنورة من 44 إلى 32 درجة، في جدة من 36 إلى 28، وفي الطائف من 35 إلى 24 درجة مئوية في ساعات المساء. أبها من 32 إلى 19، في الباحة من 30 إلى 22، وفي جازان الأجواء صافية من 36 إلى 28 درجة مئوية في ساعات المساء. وننتقل سوية لمشاهدة باقي المناطق، في الدمام من 42 إلى 30، في الإحساء من 45 إلى 31، وفي حفر الباطن من 44 إلى 28 درجة مئوية. في الرياض من 42 إلى 31، في بريدة من 43 إلى 29، وفي حائل من 39 إلى 25 درجة مئوية في ساعات المساء. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.